فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به وإنما هو مجرد نية وتفكير، فهل يقع؟ لا، ما يقع الطلاق إلا بالتلفظ مختارا، التلفظ وهو مختار غير مكره يقع الطلاق، أما مجرد أنه يفكر فيه ولا في نفسه هذا ما يقع شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.